السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاثيقة دائما بالغرف النوم الجميلة. اليوم عاودنا جبنا لكم لا شومبر بيزو كات، هاد لا شومبر اللي معروفة في محل أثاثيقة، جميع واحد استفاد منها قال تبارك الله ما شاء الله مخدومة اون بوار. واش خاوتنا قبل ما نبداو في الشرح تاع هاد لا شومبر نقول لكم فضلا وليس أمرا ابوني معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا زر الجرس هكذا باش يلحقكم كل الجديد، ونبداو على بركة الله نشرح لكم هاد لا شومبر. راح نبداو بلو لي خاوتنا لو لي توجور ام 90/60 لو بيتي دوسي راهو كامل اون بوا، لو غران دوسي خاوتنا راهو بالكابيتوني مطبوع بلي بوتون في الكريستال خاوتنا اون كادري كامل اون بوا روج خدمه ما شاء الله. بالنسبه لطاب دونوي حاجه سامبل خاوتنا كيما راكم تلاحظوا فيها الشكل الخارجي تاعها بزاف بزاف الشباب كيما راكم تشوفوا ان سول تيروار بقاعده زجاجيه في اللون الاسود، حاجه ما شاء الله رائعه عاديه اوفرتير فاصل خاوتنا يعني براتيك كيما راكم تلاحظوا حاجه كلاسي. ننتقلوا نزيدوا نشوفوا لاكوافيس خاوتنا اللي مخدومه ستيل ال، هذا الستيل اللي حبوا كامل الجزائريين واللي خرج تحفه ما شاء الله، فيها قاعده زجاجيه في اللون الاسود، فيها كات تيروار ثلاثه كبار خاوتنا وواحد صغير في الكوتي كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله مرايه سامب كيما راكم تشوفوا طري طري بيان فيني. بالنسبه لاكاردروب خاوتنا فيها دو بورت اوفرونت ودو بورت كوليسونت وفيها 3 سبوت من الفوق كيما راكم تشوفوا، حاجه ما شاء الله. والبيبان الشكل الخارجي تاعهم بزاف هايل كيما راكم تلاحظوا، لا فينيسيون خاوتنا راكم تشوفوا الله يبارك لا فينيسيون حاجه ما شاء الله كيما راكم تلاحظوا في لا غاردروب. بالنسبه للتقسيم الداخلي على الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى فيها كاتيطاشير الله يبارك خاوتنا كيما راكم تلاحظوا بلي شارنيير حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا فيهم طري بيان فيني. التقسيم الداخلي تاعها هايل هايل فلوس فيها كوتي اوم كوتي فان هذه كلاسيباراسيون خاوتنا دو ايطاجور دو اسباس بوغ لا ترانك، هذه هي لا غاردروب وهذه هي الشومبرا بصفه عامه. نتمنى تكون نالت اعجابكم واللي السعر تاعها بزاف بزاف اقتصادي 13,800,000 عندنا والتركيب لجميع الولايات. واش معناتها؟ معناتها اي واحد عجبته لا شومب ما لي غير يتصل بالارقام اللي راهي ظاهره اسفل الشاشه. كان معكم الاخ عبد الرزاق، نتلاقاو في فيديو واحد اخر واخر كلام سلام.